يلعق. مشاهدينا الأعزاء، هنبدأ في مرض جديد برضو من أخطر الأمراض التنفسية، اللي هو الاي بي ار أو التهاب الأنف والقصبة الهوائية المعدي، اللي هو الاي بي ار. ده هنبدأ فيه إن شاء الله، لأنه من أخطر الأمراض اللي ممكن تقابلنا. بالظبط، اللي هو الصور بتاعته، الأعراض بتاعته اللي معانا في الشاشة ديت على طول. ده من أخطر الأمراض اللي ممكن، يعني الأمراض التنفسية الفيروسية. احنا اتكلمنا على الأمراض التنفسية البكتيرية، هنخش على الأمراض التنفسية الفيروسية. المرض ده يا اخوانا فيروس بيعرف باسم هيربس 1، ودي الأعراض الموجودة على الشاشة. وإن الفيروس ده تم عزله المرة الأولى في ألمانيا عام 1928، والمرض ده بيسبب عديد من الخسائر الاقتصادية اللي بتتمثل في حدوث نفوق نتيجة الإصابة بالالتهابات الرئوية. مصادر وطرق نقل العدوى في الاي بي ار: بيتم إفراز كميات كبيرة من الفيروس مع الإفرازات التنفسية والدمعية والتناسلية وفي السائل المنوي وسوائل الأجنة والحيوانات المصابة والأجنة المجهضة. الحيوانات ذات العدوى الكامنة جواه تم تنشيطها تحت أي ظرف من الإجهاد أو العدوى المتزامنة زي ما احنا قلنا، مثل مرض الإسهال الفيروسي أو الباستريل. المرض ده بينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوان المصاب والحيوان المعرض للإصابة. الاستنشاق يعتبر من أهم الطرق لنقل العدوى في الحالة التنفسية، في الشكل التنفسي للمرض. العدوى بتنتقل تناسليا برضه عن طريق التلقيح الصناعي، كما ينتقل الجنين عن طريق المشيم. العجول الرضيعة والعجول الفطام لديها قابلية أعلى للإصابة وبشدة رهيبة جدا عن العجول اللي عمرها أعلى من كده. دي يا اخوانا الاعراض اللي احنا عايزين نتكلم عليها في الاي بي ار. هنستكمل معاكم الصفات التشريحيه للاي بي ار، ولما يموت العجل ونفتح نلاقي في العجل ايه، والمشاكل اللي احنا بنلاقيها في العجل ان شاء الله هقولها لكم. بس ما ناخد فاصل صغير هنتكلم عن. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. ايه هو الشكل التنفسي للاي بي ار؟ يتميز بايه؟ بارتفاع درجه حراره، شكل مفاجئ يوصل 41 درجه مئويه، التهاب حاد في الجهاز التنفسي العلوي، افرازات تجي من الانف زي ما احنا شفنا الاعراض في قبل الفاصل، افرازات انفيه ودمعيه وتنفس سريع، تنفس بالفم، كحه مستمره، سعال مستمر، اللعاب بينزل على طول، الشفاء في المرض بيحدث سريعا في خلال من 10 ل 14 يوم من بدايه ظهور الاعراض، ما لم تتعقد الحاله بالاصابات البكتيريه السليمه. الله ينور عليكم، اللي هي المنهميه ميلوتيكا والباستريلا ميلوتوس. وفي حاله حدوث مضاعفات يحدث التهاب رئوي شعبي، الحيوان يقعد كح كح كح، وتحول الافرازات الانفيه المصليه دي الى صديد زي ما احنا شفناها على الشاشه، وبعد كده الصديد يتحول لغشاء دفتيري على الغشاء المخاط للانف والقصبه الهوائيه. واحيانا المخطم بيحدث احتقان وبؤر على على الغشاء المخاطي للانف. احنا بنسمي المرض ده يا اخوانا الريد نوز او الانف الاحمر. دايما يعني اكتر حاجه تميزه الانف الاحمر زي ما احنا شفناها برضو في الاعراض في الاول. لما الحيوان يتنفس من الفم والعاب بيحدث احيانا اسهال، وبعد الاسهال ده غالبا ما يعقب الاصابه بالشكل التنفسي للمرض الاجهاض اللي احنا قلنا الاجنه اللي احنا شفناها ميته دي عقب استخدام اللقاح الحي المضاعف. طيب دي دايما الاعراض اللي احنا ممكن نشوف بعد الاجهاض، والاجهاض دايما يحصل من 5 ل 9 شهور زي ما احنا قلنا، وبعدين
عقبه احتباس مشيمة وانخفاض في الخصوب والعجول حريص الولادة بتموت والحمى والسيلان اللعاب، كل ده يعني انتوا شفتوه وشفنا منه كتير قوي عشان يطلع الحيوان اللي عنده التهاب رئوي بيبان، بيتنفس من المراخير، بيتنفس من الانف، بيتنفس من الابدومين الريسبيريشن، من بطنه، كل الاعراض ديت كلنا شفناها. وبرضه ممكن نشوف الشكل العيني اللي هو دايما بتلاقي الاعراض بتاع العين ملتحمه، تحمه العين ملتهبه، وفعل قرنيه العين تحول مع الافرازات الدمعيه، ومع تقدم الحاله ممكن تلاقي حاجات مصليه وصدديه، والحيوان يخاف من اي ضوء او اي حاجه تبقى قدامه في اضاءه. ده برضو اللي هو الشكل العين. الشكل المخي بقى اللي هي العجول اقل من 6 شهور في العمر بتصاب بالتهاب مخي، تلاقي تتمثل اعراض زي دي الصفات التشريحيه اللي احنا هتنزل دلوقتي. لما الحيوان يبدا يحصل نفوق له نتيجه لعدم الاتزان والمشي وظهور فترات من التهيج والخمول، والحيوان يبدا يموت ويحصل الاجهاضات اللي احنا قلنا عليها هيت. دي خلي بالكم الصوره ديت ان شاء الله هنحتاجها في التحصين، خلي بالكم اللي هو النيزل جي الانفورس 3 اللي هنتكلم عليه في العلاج. الشكل الهضمي ده طبعا الحمى ونفس الاعراض، فقدان الشهيه، سيلان اللعاب، الاسهال، الافرازات الانفيه والدمعيه والسعال، وتقرح الغشاء المخاطي للفم. ده برضو احنا هو ده الانفورس 3 او اللي احنا هنتكلم عليه في التحصين ان شاء الله في حينه لما نتكلم على الوقايه. طرق التحكم بقى والسيطره على المرض ده، ودي اهم حاجه احنا عايزين نخلي بالنا منها. ايه هي طرق التحكم والسيطره على المرض؟ عايزين ده يطلع لنا على الشاشه كلها كده يا استاذ انصاري، اللي هو التحصين الثلاثي ده او الانفورس 3 او تمام. ايه بقى طرق التحكم والسيطره؟ المناطق الخاليه من المرض يجب ان تتركز جهود الوقايه على منع دخول العدوى عن طريق منع الاستيراد. تمام. ايه تاني؟ المناطق الموبوءه اللي بقى زي مصر يكون الهدف منه التحصين. ايه التحصين عندي مهم جدا. التحصين عندي بالنسبه لي هو اهم حاجه في الاصابه بالاي بي ار. طرق التحكم والسيطره على المرض ده في المناطق، احنا قلنا في المناطق الخاليه تركز جهود ان انت تمنع دخول العدوى عن طريق منع الاستيراد. اما بقى الحيوانات القابله للاصابه اللي هي موجوده في بتوطن بيها المرض زي مصر عندنا هنا، ما ينفعش معاها غير التحصين. اللقاحات المستخدمه بقى للسيطره على المرض ده في نوعين، لقاح حي مستضعف ولقاح ميت فاقد الضراوه. ده اللي احنا هنشتغل احنا على الانفورس 3. ايه هي الصفات او مميزات لقاح الانفورس 3 اللي هو موجود قدامنا دلوقتي على الشاشه عشان احنا هنتكلم عليه بشيء من التفصيل شويه. اللقاح الانفورس 3 ده يا اخواننا بيحتوي على 3 فيروسات اساسيه اللي هي 1 2 3 المعمولين ديت على الشاشه. اول حاجه اللقاح الاي بي ار والبوفاين رينوسنسيتا الفيروس والبرا انفلونزا 3 اللي هو موجود قدامنا على الشاشه دي. بيعمل على انتاج مناعه قويه باكثر من طريقه. انتاج مناعه متخصصه، مناعه غير متخصصه مضاده لجميع الفيروسات عن طريق افراز ماده الانترفيرون. وده بيحدث بعد اعطاء اللقاح ب 36 ل 8 ب 36 ل 48 ساعة. يبقى الانفورس 3 يحتوي على 3
فيروسات الاي بي ار والانفلونزا والاوبولا انفلونزا والبوفير رينو سينسيشال فيروس، ان الفيروسات الاساسيه ديت المرض التنفسي ديت فيروسات بتدي مناعه فوريه، يعمل على انتاج مناعه قويه باكثر من طريقه. رقم واحد انتاج مناعه غير متخصصه مضاده لجميع الفيروسات عن طريق افراز ماده الانترفيرون، وذلك بعد ايه؟ اعطاء اللقاح ب 36 ل 48 ساعه. رقم اثنين انتاج مناعه موضعيه اللي هي لوكال عن طريق افراز اجسام مضاده من النوع من التي تكون ملاصقه للاغشيه المخاطيه للجهاز التنفسي. تمنع دخول هذه الفيروسات، يعني المناعه الفوريه بتمنع دخول هذه الفيروسات مره اخرى. بيعمل انتاج مناعه، بيطلع مناعه تبدا من اليوم السابع وتستمر لمده عده اشهر. من اهم حاجه فيه برضه الانفورس 3 اللي احنا هنوريه لك برضه، ان هو ما بيتعارضش مع المناعه الاميه. بيستخدم في كل الاعمار، يعني ممكن نستخدمه بعد 15 يوم او احيانا من بعد عمر يوم من الايه من الولاد. توظيف لقاح الانفورس 3 ان هو بيحصل العجول حديث الولاده، بيعمل استقبال حيوانات حصن بها الحيوانات الجديده عند تعرض الحيوانات لبعض عوامل الاجهاد مثل النقل المكان لاخر او اي عوامل من الاجهاد، استخدم برضه التحصين بتاع الانفورس 3. الجرعه بتاعته زي ما احنا قلنا 2 سم لكل حيوان، بس يفضل تقسيمها في الانف، الصوره اللي احنا قلت لك نجيبها حطها في الانف، 1 سم في فتحه الانف دي و1 سم في فتحه الانف دي، اللي هي زي ما اللي احنا شفناها في الاول، وهو بيحط الصوره زي ما احنا شفناها كده، 1 هنا و1 سم هنا و1 سم هنا. نزل انفورس ثاني 3 عشان اخواننا الفلاحين يحفظوه، ده بيريحنا من مشاكل اي بي ار نهائيا. هو 1 في 3 البرا انفلونزا الاي بي ار البوفير رينو سينسيتشال فيروس، وزي ما احنا قلنا ان هو بيدي مناعه موضعيه وبيفرز الانترفيرون، وبيبقى كده يعني يديني مناعه سريعه جدا للحيوانات، وممكن استخدمه في وما يتعارضش مع المناعه الاميه، وما يتعارضش مع المناعه الاميه للام، فممكن استخدمه بعد في فتره حديث الولاده وفتره الرضاعه. مشاهدينا الاعزاء، ده تقريبا دلوقتي اللي احنا ممكن نتكلم فيه على الامراض التنفسيه والامراض بالنسبه للعجول الفطام والعجول الرضيعه. كان في مش عارف جاهز دلوقتي يا لبنى ولا لا، شويه تركيبات غذائيه او شويه مجموعه العلائق من الرضيع لغايه الفطام. طيب لغايه ما تجهز ان شاء الله، لو ما جهزتش دلوقتي نجهزها الحلقه الجايه. في سؤال سؤالين بعتوا لنا على الايميل، واخ عماد بيقول ان هو جاره اشترى بقره بكريه وبترضع من نفسها، فبيقول لي اعمل معاها ايه؟ مادام هي لسه في اول ولده ليها واول بكريه ليها ديت، حضرتك يا ريت تبيعها ويجيب واحده غيرها احسن، لو لانها هتعذبه طول فتره وجودها معاه. في لها طريقه ان انت تجيب مانع الحليب، ان انت بتجيب حاجه زي فيها شويه اشواك وتربطها في مناخرها عشان ما تيجي ترضع نفسها، الاشواك دي تضرب في الضرع فتألمها فما تجيش ترضع تاني. لو الحيوان عندك يعني كويس وشكله كويس وانت هو صعبان عليك، هات له مانع الرضاعه. مانع الرضاعه ده ان انت بتجيب حاجه زي الشنافه كده تحطها في مناخرها وبتطلع منها بزوز، تطلع منها اشواك، الاشواك دي لما تيجي ترضع نفسها الاشواك دي بتطعن في الضرع فتسبب لها الم،
فتبعد عن ايه؟ عن الرضاعة وعن العادة السيئة دي. ده بالنسبة للسؤال اللي انت بعته وسألت عليه. السؤال الثاني قبل ما نخش على الوقاية، السؤال الثاني كان بيسأل على عنده بقرة عندها إسهال دائم والأطباء عجزوا عن إيه إن هم يعالجوه. أنا أول حاجة أقولها لحضرتك، خد العينة منها وحلل العينة ديت في أقرب معمل جنبك، واعرف الطفيل اللي فيها دودة كبدية ولا سيستود ولا نيماتود، تعرف الأسباب اللي بتؤدي للإسهال ده، وابدأ عالج. اتخلص الأول، عالج الأول ضد الغش أو الفشولة، عالج ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، نظف جوف الحيوان، وبعد كده نبص على التغذية بتاع الحيوان. لو أنت بتأكل تغذية رديئة ادي تغذية سليمة للحيوان، وبعد كده الحيوان إن شاء الله هيجيب معاك نتيجة كويسة. ألخص كلامي ده كله من ناحية عشان إن شاء الله الحلقة الجاية هنبدأ